يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من الترند، أولى حلقات هذا الأسبوع. دايما بتبقى حلقات مهمة ومليئة بالعديد والعديد من الأخبار المتنوعة على مختلف الأصعدة، سواء فيما يتعلق بآخر أخبار وكل جديد النادي الأهلي، أو حتى كمان بخصوص بعض الأخبار المحلية وكمان بعض الأخبار العالمية، وتفاصيل كتير جدا جدا بنتكلم فيها على مدار حلقات الترند المختلفة. لكن دايما بيكون مهم كالعادة تواصل حضراتكم معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستجرام، ومن خلال سؤال حلقة النهاردة. السؤال بيتعلق بإيه هي أفضل مباراة للنادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي من وجهة نظركم؟ هناخد تفاعلاتكم في الجزء الأخير من حلقة الترند كما هو المعتاد، لكن دايما بيبقى فيه عناوين مهمة لكل حلقة. تعالوا نشوف عناوين النهاردة إيه. يلا في ترند الأهلي، برامج تأهيلية وعلاجية للاعبي الأهلي خلال فترة الراحة. في الترند المحلي، انطلاق المعسكر المغلق للمنتخب الأولمبي. أما في الترند العالمي، جوارديولا مدرب العام في البريمير ليج. في الحقيقة أخبار كتير مهمة، لكن في البداية كالعادة خلينا نشوف إيه أهم وأبرز مباريات اليوم في جميع أنحاء العالم، وهي مباريات بالتحديد دولية ودية في إطار الاستعدادات للتحديات المختلفة اللي تتعلق بكل قارة من القارات ومنتخباتها. فنبتدي بمباريات اليوم من خلال توجو وغينيا، ودي مباراة بتلعب في هذه اللحظات، والشوط الأول انتهى بتقدم غينيا 1-0، وروسيا مع بلغاريا أيضا مباراة بتتلعب في هذه اللحظات والتعادل مازال سلبي بدون أهداف. ويلز مع ألبانيا الساعة 6، ساحل العاج مع بوركينا الساعة 7، زامبيا مع النيجر الساعة 7 أيضا، والسويد مع أرمينيا الساعة 9 إلا ربع، وتونس مع جمهورية الكونغو الساعة 9 ونص. دي أهم وأبرز المباريات الدولية الودية حول العالم، ويعني كل واحد بقى بيستعد أو كل منتخب بيستعد، سواء اللي بيستعد لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، أو اللي بيستعد لليورو الأوروبي أو بطولة الأمم الأوروبية تحديدا يعني، أو اللي بيستعد للكوبا في أمريكا الجنوبية، يعني في تحديات دولية كتير. بس بصراحة بيبقى فترة مملة شوية بالنسبة لنا هنا في مصر، لأن المباريات بتبقى قليلة، وبالتحديد مباريات النادي الأهلي. الفترة اللي فاتت تعودنا إن المباريات كتير ورا بعض بالنسبة للنادي الأهلي، كان ضغط على اللعيبة وإجهاد وكل حاجة، بس بالنسبة لنا إحنا الموضوع صعب، بنحب نتابع دايما مباريات الأهلي. حتى منتخب مصر ما فيش معسكر أو في أي مباريات ودية، فبالتالي هي فترة ممكن من الجانب الكروي مملة بالنسبة للجمهور شوية، لكن هي أيضا مليئة ببعض الأخبار والتفاصيل، واللي هتكون كلها معانا بعد الفاصل اللي جاي ده. يلا بينا.